تعالى ندخل دي. على ماتش النهارده ان شاء الله الصراحة. ورؤيتك وتوقعاتك في ضوء المعطيات المتاحه حاليا بالنسبه للفرقتين. مباراه الاتحاد الاهلي والاتحاد. لا الاهلي والاتحاد، عايز اقول لك حاجه كريم، احنا في بدايتنا بدانا كويس قوي مع مستر كولر، مباراتين افريقيا العلامه الكامله، وبعد كده ثلاث مباريات الدوري العام، الملف الدوري العام، وبعدين مباراه السوبر. مباراه السوبر ديت هي المباراه اللي ختمت على العلاقه اللي بين كولر وبين جماهير النادي الاهلي، الثقه بقى. طبعا. فمن خلال الثقه دي الناس بدات تطمن ان فعلا اختيار مدير فني لهذه المرحله كان اختيار جيد جدا. التوقف 25 يوم اثر علينا. بعد ما كنا ماشيين يعني، واخد بالك انت، بشكل اثر ليه بقى؟ لانه يعني حصل اصابات لبعض النجوم في خلال الفتره ديت، وتاثير الاصابات ده اثر طبعا عليه. الحاجه الثانيه، راجل جريء جدا، وقال انا الفتره اللي جايه طمنت على افريقيا، طمنت على الدوري العام، بالنسبه لكاس مصر عايز اجرب اللعيبه اللي ما شفتهاش، اجرب اللعيبه اللي ما شفتهاش عشان يبقى في يناير هتجربهم في الكاس مش في الدوري. جرأة يعني منه بصراحة يعني. وخد بالك مباراة المقاولين دي كانت مباراة مصرية، كنا ممكن نطلع اللي هو 1-1 وبعدين ضربة الترجيح. جرأة منه. وبعدين حتى في المؤتمر قال أنا كنت لازم، أي نعم يعني التأثير الفني كان مشكلة بالنسبة لي، لكن أنا عايز أشوف اللعيبة، لأن في يناير عندي مرحلة انتقالية شتوية، عايز أجيب اللعيب اللي فعلا المكان اللي أنا محتاجه، أجيب له لعيب يكون مؤثر بشكل كبير. وقال حتى على كاس الرابطه كمان هيلعب شوبير وهلاعب علي لطفي، يعني حتى الراجل كمان دي برضك من ضمن الحاجات اللي تحسب للراجل، انه عنده استراتيجيه يعني طويله المدى شويه، بيتكلم في المستقبل، حاجه كويسه. انت في النادي الاهلي لازم تتكلم في الحالي وتتكلم في المستقبل واللي جاي، لان انت عندك كل الامكانيات اللي تنجحك. فالراجل مباراه المحله يعني كنا خسرانين وبعدين عدلنا، الراجل اتكلم كلام كويس قوي، وقال التدوير اللي انا عملته اثر بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. هرجع تاني للثبات، فالنهارده هيبقى في ثبات بالنسبه للراجل في التشكيل، وده بردك هيرجعنا تاني للمكانه اللي احنا يعني بدانا بيها ونهينا عليها. فالنادي الاهلي وعدم اختلاق اعذار، يعني حلو انه قال لك ده التدوير بتاعي هو اللي نتج عنه كده، فهرجع تاني على الحسابات. بالظبط بالظبط. ما بيحصلش كتير من مدربين كتير. لا ما هو ده الفرق بقى اللي انا بقول لحضرتك عليه، انك انت عندك مشروع، والمشروع ده واضح، هو اتكلم على 5 بطولات، النادي الاهلي بيلعب في 5 بطولات على الاقل، بيحصد 4 بطولات، فهو راجل قال انا جاي عارف تاريخ النادي الاهلي كويس. فحته ثبات التشكيل اكيد هيرجع للاعيبه الاساسيين مره ثانيه، عشان يبدا ينطلق بقى كل 3-4 ايام هيبقى ان شاء الله مباراه للدوري. فالنهارده باذن الله انا حاسس ان لعيبه النادي الاهلي هتعمل مباراه طليق باسمها وطليق بتاريخ النادي. ويعني ايه المشكله ممكن يا كريم؟ ان هو انت تكون في الحته القدامانيه، يعني انت عندك ثبات في التشكيل بالنسبه لحراسه المرمى الشناوي، عندك ثبات في التشكيل بالنسبه للرباعي خط الظهر اكرم ورجوع محمد عبد المنعم وياسر، وطبعا معلول اللي شرفنا في كاس العالم. نص الملعب هيبقى ديانج، وهيبقى السوليه، وحمدي فتحي الحمد لله بقى موجود، وبعدين صنع العاب سافيو احنا شفناه بعد الهدف اللي سجله في المباراه السابقه، وبعدين الحته اللي قدامين الاربعه الثلاثه اللي قدام هيبقى هو طبعا قدر ودي ميزه الراجل كهيد كوتش، قدر يطور من اداء كريم فؤاد في حته الجناح، عجبه قوي. وطبعا بعد اصابه طاهر محمد طاهر، فكريم بيأدي في المكان ده بشكل كبير، وجاب جولين يمكن او 3 اجوال في كل مره بيجيب جول. وبعدين فاجئنا بيتسي تاو كراس حرب، وبعدين عبد القادر، فكان الكلام على بيتسي تاو، اشمعنى بيتسي تاو من البدايه؟ هو عايز يشوف برضه بيتسي تاو ده اخباره ايه؟ هيروح معاه لفين؟ هو شاف حسام حسن لازم يقيم دلوقتي كل اللعيبه، ده دور طبعًا.